يخشى جمهورك؟ هل تهابه؟ طبعا. هل تخافه؟ طبعا طبعا طبعا. لو ما خفتش الجمهور او ما خفتش من الجمهور وعملت حساب الجماهير، عمري ما حافظ على مستواي، عمري ما هتمرن كويس، وعمري ما حافظ على صحتي. رجع في هشوط جامده، هو جول، هو جول، هو جول. الجول الثاني لصالح نادي الزمالك، وحطها فاروق جعفر في الزاويه اليمين البعيده. كابتن فاروق جعفر، لماذا اخترت مقاعد الدرجه الثالثه للحوار ولم تختار المقصوره؟ والله انا متهيألي يعني الدرجه الثالثه دي هي اللي بتعمل لعيب الكوره. الناس اللي بتتعب، الغلابه اللي بيحبوا الكوره، بيحبوا النادي، اللي بيعاني عشان يجي المدرج وعشان يقعد في المدرج، وبيشيل من قوته ومن قوت عياله عشان يتفرج على ماتش كوره، متهيألي هم اول الناس الواحد المفروض يجاملهم. الجماهير بالذات هي اللي بتدينا الدافع الرئيسي في يعني احنا بنسميه في لغتنا اللاعب رقم 12 في الملعب. الله، يعني اللي هو جمهور. الجمهور طبعا اللاعب رقم 12، لان الجمهور بيساعد كتير قوي فرقته ان هو يلعب بنفس مفتوحه، بيتشجع. انت حضرتك لو في فنان على المسرح وقال افيه كويس، هتبص تلاقي الجمهور جه معاه وضحك قوي، فحتى لو ما فيش افيه تاني هيحاول يخلق افيه عشان يجيب الجمهور دوت تاني. فنفس احنا كجمهور كلاعيبه ما بنيجي نلعب، وباجي مثلا اجيب كره في العارضه او كره فوق المقص ما جاتش جول، بس لقيت الاهات ولقيت التشجيع الجامد بموت نفسي عشان اجيبها بقى جوه الجول. ده الامم دي، ده كانوا هيتهبلوا علي. لسه مين اكتشفك؟ مين قدمك للناس؟ هو يعني هقول لحضرتك حاجه، هو اللي اكتشفني غير اللي قدمني. مين اكتشفك؟ كابتن حماده الشرقاوي. مين اللي شاور عليك؟ كابتن حماده الشرقاوي. كان في اختبارات في الوقت ده بعد فتره رجوعي من المنيا، وكان هو واحد او احد الموجودين في مجموعات الناشئين في الاختبارات، ويمكن لاحظت في وقت من الاوقات ان بيتقدموا كل اللاعبين وهو واقف لوحده كده، يعني ما جاش عشان يختبر. فبالظروف يعني ظروفه معايا ان انا ندهت عليه، فبقول له انت واقف ليه؟ ما دخلتش الاختبار ليه؟ فكان خجلان، فقلت له خش مع اللاعبين. انا كان هنا الاختبارات في شهر اغسطس، وجيت شهر اغسطس الاختبارات وكنت لابس فانيلا صوف بتاعت اخويا الاكبر مني. شهر اغسطس درجه الحراره 40، وجيت النادي هنا. يمكن دي يمكن اللي خلتني ارتبط جدا بكابتن حماده الشرقاوي. فجيت في شهر اغسطس كنت لابس فانيلا صوف، الجو حر جدا، هو مش مصدق ان انا مستحملها. وبعدين فوجئت بعد التمرين هو عايز يقول لي اديك فانيلا تروح بيها، اديك قميص تروح بيه. وانت ليه لابس فانيلا صوف؟ معيش. ما عندكش؟ ما عنديش طبعا. في عز الصيف لابسها؟ فهو ابتدأت علاقتي من هنا تقوى بكابتن حماده. فكابتن حماده مكسوف يقول لي اديك فانيلا اديك، فقال لي انت مش حران؟ بذوق كده يعني؟ قلت له قوي. قال لي انت مش حران؟ قلت له قوي. قال لي طب ما تقلع دي، قلت له هروح ازاي؟ قال لي ما انا اديك اي حاجه خفيفه تبقى. يعني جابها لي وما جرحنيش. نعم. فيمكن علاقتي بكابتن حماده الشرقاوي من هنا بقت قويه جدا. بعد كده ابتدأت اتدرج في النادي، وابتدأت يعني يمكن الى حد ما اقبض يعني مرتب. النادي هنا مشكورين، يعني الناس كان بيجيب لنا مثلا في المناسبات او اعمل ماتشات كويسه ملابس، يعني كنت انا بحب. ودي يمكن من الاشياء اللي خلتني احب اللبس بعد كده. يعني دي عقدة عوضتها فيما بعد؟ والله مش عقدة بأمانة، ولكن ما كان باليد حيلة. أصل مش عيب. والله مش عقدة. يعني مش عقدة. مش باليد حيلة. كلنا لنا ظروفنا ولنا حياتنا. وفاروق انا برضه دوت بوجهه له من هنا، لان انا قلت له الكلام ده بيني وبينه يعني. يعني مثلا فاروق يكون معاه مثلا خاتم حلو، سلسله شكلها حلو، كويس، رخيصه،
مش غاليه بس فاروق يروح مثلا في التلفزيون بياخد برنامج يروح حاطط خاتم مصوره والسلسله مصوره يخلي الناس فاكره ان فاروق ده مليونير ومثلا انا عندي عربيه من الامير فلان وده ما عندوش على العربيه ولا حاجه فلازم او الكلام ده ممكن هو ما يكونش بيقوله ممكن بينسب ليه فلازم هو كمان يعني زي بالظبط ما منسب ليا انا في الاخر ده الكلام ده كتير قوي ان انا في الحفله بتاعتي وفي الهدايا اللي انا نعم. سيفين ده يا ريت السيفين مع احترامي الكامل يعني وشكر العميق للناس اللي مقدمين السيوف الدور الثاني لصالح نادي الزمالك لو انفردت بالكوره تقول لها ايه اهي في حضنك ان صحت العباره هقول لها يعني ده مهما قلت مش حوفيها اللي اديتهولي يعني لعبت كرة الشراب عشان أوصل ووصلت انضربت وتهنت واستحملت عشان أجيلك سهرت وانصبت علشان عيونك سافرت متغربت وتغربت علشان رضاك عني اديتك كل شيء اديتك عمري اديتك شبابي اديتك وقتي اديتك متعتي اديتك تفكيري وديتك تركيزي وديتيني كل شيء يمكن أغلى شيء اديتهولي حب الناس مش حاضر كابتن فاروق من فضلك تكتب لها كلمة إذا سمحت قلت لها ايه من فضلك قلت لها اللي حسيت بيه يا حبي